مساء الخير، معاكم شوق المحري. طبعا احنا اليوم في منطقة الواتر جاردن في ضاحية السيف، بناخذ استطلاعات الناس حول وجبتهم المفضلة في فصل الشتاء. حياكم. مساء الخير، شلونكم؟ شخباركم؟ ابي اسألكم سؤال، شنو وجبتكم المفضلة في فصل الشتاء؟ احنا كمصريين طبعا المحشي وشوربة العدس، يعني ده اساسي. وملوخية طبعا، احنا جوعنا كده خلاص. الحاجات اللي فيها دافية ودفى يعني. الشربات أكثر شيء. الشربات أكثر شيء يعني في الشتاء. كم مرة بتتعشى في اليوم؟ والله زمان كنت أتعشى، لكن دلوقتي حاجات بسيطة خفيفة جدا. شلونك؟ الحمد لله. خبرني شنو وجبتك المفضلة في فصل الشتاء؟ عندي شراب السحلب، أحلى شيء السحلب في هالبرد، شربة خلاص والأمور طيبة. والأكل الشوكولات بعد. عشان احلى شيء الشوكليت. والله القهوه والشاي وقاعده مع الربع وكذي على البحر. لا على يعني هاي الاماكن الحلوه المفتوحه، يعني الجو يكون حلو والناس تروح تقعد. افضل الكوفي اكثر شيء، واحب اكثر شيء الهوت شوكليت. شوربه العدس والملفوف. ايه ثاني في الشتاء حلو؟ المشروبات بقى، السحلب، الحلبة كده. بشرب الهوت شوكلت، يعني تناسبه مع الأجواء، عارفة الأجواء باردة، فالواحد يبي يشرب شيء يكون يدفي يعني. ممكن تخبرينا شنو وجبتك المفضلة في فصل الشتاء؟ أكلات كتير. مثل؟ شوربة العدس، الملفوف. شو شغلات بتحبوا تاكلوا يا أولاد أنت؟ مفتول. مفتول كيف الكسكس بس بيكون على أكبر. هذا بيعرفوه بس يمكن ببلاد الشام، لأنه أنا صديقتي مغربية بقولها نحن منسميه مغربية، بتقولي ما منعرفه، فما بعرف كيف التسمية جاي. لازم تخلونا نجرب عيال. أهلا وسهلا والله، يا ريت.